هل هي نذر للحرب؟ فالمحافظة التي تعد البوابة الشرقية لمدينة عدن تشهد تحشيداً مضاداً من القوات الحكومية والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات. تصاعد حدة الموقف بدأت مع وصول قوات من اللواء الأول حماية رئاسية إلى مركز مديرية أحور، المديرية التي تخضع لسيطرة قوات الحزام الأمني منذ نهاية أغسطس الماضي. هي المرة الأولى التي تتحرك فيها القوات الحكومية باتجاه مناطق سيطرة قوات الحزام استناداً إلى بنود اتفاق الرياض، وهو الاتفاق الذي قضى بعودة جميع القوات العسكرية إلى مواقعها خلال 15 يوماً من لحظة التوقيع. ورغم مرور شهر على توقيع الاتفاق، تحركت قوات الحماية باتجاه عدن، فمواقعها العسكرية تتمركز في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة، إلا أن قوات الحزام الأمني نصبت كمائن وحواجز تفتيشية باتجاه الطريق الساحلي المؤدي إلى شقرى لمنع عودتها إلى معاقلها. تدخلت شخصيات قبلية واجتماعية لوقف التوتر بين قوات الطرفين ومنع صدام محتمل مع تصاعد حدة التوتر. لم تفلح تلك المساعي مع اندلاع اشتباكات مسلحة أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، بينهم قيادي في الحزام الأمني، كما تمكنت فيها قوات الحماية الرئاسية من دخول مدينتي شقرى وأحور. وفي المقابل أعلنت قوات الحزام رفع الجاهزية، وهو تحرك قد يصب الزيت على النار وتندلع على إثره الحرب في محافظة أبين التي شهدت دورتين من القتال قبل 3 أشهر. وحدها السعودية هي من قد تهدئ حدة الاحتقان والتصعيد الحاصل، إذ منحت نفسها حق الوصاية على تطبيق الاتفاق الذي رعته، وفي كل الأحوال هي المسؤولة عن كل الأحداث.